راديو كاب اف ام، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي. نهار الخميس ينطلق فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي اللي ينظمه مجلس الأعمال التونسي الأفريقي بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات ومع شركة تونسية لتأمين التجارة الخارجية ومركز تنمية الصادرات الليبي. نحكي على المنتدى هذايا مع سي أنيس الجزيري، الأمين العام لمجلس الأعمال التونسي الأفريقي. صباح الورد والفل والياسمين، ومرحبا بك يا ابن الوطن القبلي. عيشك، صباح خير، وصباح خير مستمعي كاب اف ام. شكرا على الاستضافة، وديما سعيد ويشرفني أني نكون في كاب اف ام ولد الكابو. مرحبا بك سي أنيس. كنت تحكينا على أهمية المنتدى هذا، وإحنا نعرفوا اللي العلاقة مع ليبيا elle ne date pas d'aujourd'hui. نعرفوا لي ديفيكولتي اللي عايشتها ليبيا اليوم وعندها سنوات الحقيقة، أما ماذا بينا نعرفوا زادة كيف مكانة تونس في برنامج إعادة البناء في ليبيا. C'est un programme qui est très important, la reconstruction في ليبيا. Est-ce que تونس اليوم عندها sa part في المارشي هذا ولا لا؟ و est-ce que هذا هو الحديث اللي باش يدور في المنتدى ولا لا؟ صحيح، ليبيا تعرفوا معناتها مارشي تراديسيونيل. ليبيا هي عمق تونس، مبادلات كبيرة برشا مع ليبيا. للأسف منذ 2011 نجم نقولوا اللي تونس فقدت تواجدها على السوق الليبية، وهذه العديد الأسباب، منها عدم الاستقرار الأمني، عدم الاستقرار السياسي، ضبابية، يعني معناتها اللي خلات رجال الأعمال توانسة الكل وخروا تالي نجم نقولوا، فهمت ولا لا؟ وهذا معناتها يعني عادي. لكن اللي مش عادي أنه طولنا في بعدنا على السوق الليبية. وكيف تولنا لاحظنا كمجلس عمل تونسي الافريقي اللي فما بعض البلدان الاخرى خذت بلاصتنا. واللي اليوم كي مشينا لطرابلس للعلم يوم 1 جويليا الفارط، وقمنا بمهمه معنا كانوا 70 رجل اعمال من مختلف القطاعات، ودرنا في الاسواق ومشينا للسوبر مارشي وكل شيء. وصحيح شفنا اللي لي برودوي التوانسه ما عادش متواجدين بالصيفه اللي كانوا فيها. وتعوضوا بالمنتوجات التركية، بالمنتوجات الإيطالية، ومالطا ولبنان وغيره من الدول هذه. دونك احنا كمجلس الأعمال التونسي الأفريقي عندنا تو بالضبط 6 شهور، قلنا يلزمنا نركزوا على هالسوق هذه لأنها سوق كبيرة برشا. وكما قلت أنت فما معناتها مشروع إعادة إعمار ليبيا كبير وكبير برشا، اللي عديد البلدان الأخرى السي بوزيشوني، واللي تونس راهو للأسف نجم نقولوا انا تي اكارتي، لان احنا نورمالمون عندنا الاولويه، واحنا عندنا اولويه. والغلطه من احنا، راهو الغلطه مش من الجانب الليبي اللي احنا كيف تعرف معناتها لا ناتور اوغور دو فيت. دونك انت كي تخلي تبعد وتخلي بلاستيك وهو سوق، خي الناس مش تاكل وتشرب، الناس مش تمرض، الناس مش تاخذ دواء، مش حتى في 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 في, في الحروب. راهو يا ناديه عمرها ما التجاره توقف. هذا لازم يعرفوه رجال الاعمال والمؤسسات التونسيه، حتى في الحروب، حتى في ظروف صعيبه، ديما التجاره تمشي. دونك احنا كمجلس الاعمال التونسي الافريقي شنو دورنا؟ كانت انه كان عندنا الحق نجم نقولوا اون ايو لو كوراج ديالي اي دو سوني سونيت دالارم، اتونسيون رانا خطر. ونعطيك بعض الارقام مهمه ومهمه جدا. احنا تو مشينا للمركز نهوض الصادرات التونسي، قلنا لهم اعطيونا المعطيات. شفنا في 2010 اللي الصادرات التونسيه نحو السوق الليبيه كانت ما يقارب 1050 مليون دينار. مدونا لي شيفر، قال لك احنا في 2017 رانا قاعدين في نفس المستوى، طحنا شويه 950 مليون دينار. غلط. لازم نفهموا العباد، راهو المليون و 1050 مليون دينار في 2010 بالدينار نتاع 1.4 راهم 800 وكلك مليون دو دولار. واللي 950 بالدولار نتاع اليوم اللي هو 2.8 برسك لو دوبل، رانا اليوم هبطنا 400 مليون دو دولار. معناتها يا ناديه رانا اشتر رانا خسرنا 50% من السوق الليبي. دونك احنا قلت لك مجلس الاعمال التونسي الافريقي معناتها رينا اللي ارتأينا، قلنا اسمع يلزم نفيقوا العباد، يلزمنا نفيقوا مؤسساتنا، رجال اعمالنا، راهو اون ريسك دو بيردر لو ماتش ليبيان، مش لعب. معناتها تعرف معناتها قوى عظمى، دول معناتها كبيره، دول اجريسيف كما تركيا وغيرهم، في الشين في السوري مارشي ما تلعبش.
توخر التالي تاخذ لك بلاصه. الصين توا الدومين معناتها الدومين لو مارشي دون لو موند تو لي مارشي مونديو. نعطيك الارقام احنا في 2010 كنا في المرتبه الثانيه. ايطاليا الاولى في مبادلاتها التجاريه مع ليبيا وكانت تونس ومن بعد كيجيو البدل الاخرى. اليوم للاسف 2017 اصبحنا في المرتبه السابعه. فاتتنا الشين، فاتتنا تركيا، فاتتنا مصر، فاتتنا كوريا الجنوبية وفاتتنا الإمارات. مش معقول، مش معقول. لذا احنا توا هدف كان من أهداف المنتدى اللي عملناه الخميس والجمعة اللي فارت أنه معناتها زادة نفيقوا نحثوا رجال الأعمال وخصوصاً ورينا اللي احنا بمقدورنا. بس انا فما حاجه ما نفهمهاش، شنو نفيقوا رجال اعمال؟ رجال اعمال ماهمش فايقين، ما يعرفوش. مش فايقين، مش فايقين. فما وفود قاعده تمشي كل جمعه كل شهر. ما فماش، ما فماش. مالا اللي قاعدين يمشيوا هذوما شنو خيال معناتها؟ ايش نقول لك، ايش نقول لك؟ ماهمش فايقين وخايفين ومؤخرين بالتالي، واضح ولا لا؟ وذاك علاش خسرنا شطر؟ علاش مؤخرين؟ علاش؟ وضع امني وخوف وكذا وسيت سويت، صحيح فما هذا. مالا كيفاش ندعيوا الاجانب انهم يستثمروا في تونس؟ الوغ احنا الوضع السياسي نتاعنا مش مستقر، الوضع الامني نتاعنا يا خويا يعطي، كيفاش معناتها احنا اللي ندعيوا عليه في بلادنا ما نعملوش في بلاد الغير اللي احنا باش نربحوا؟ بالضبط، هكا علاش احنا قلنا معناتها اون دو سونسيبيليزي، وفما حاجات اخرى زاد قرارات اخرى لازمنا ناخذوهم لتدعيم المستثمر التونسي انه يمشي ليبيا. بار اكزومبل اهم حاجه اليوم بن قردان للاسف مره محلول مره مسكر، وتعرف فما بانديه وكذا ومشاكل ومن مجانبين من تونس ومن ليبيا، مشيرتين يقولوا سافوار مشيرتين والعاب كبيره ياسر، وقت اللي يحبوا يسكروا يسكروا، وقت اللي يحبوا كذا، وناس معناتها خارجه اطار القانون. احنا تو نخليه منفذ هذاك ويحكموا فينا وما نحلوش خط بحري يا رسول الله. دي خط بحري اليوم اليوم بطوات اللي تهبط لطرابلس وبنغازي من مصر من تركيا من ايطاليا كل يوم، فش استنى. على كل حال احنا اهم هدف خلينا نحكيو على الخط البحري برب. اهم ريزولتا راه اللي طلعنا به من المنتدى هذايا، رئيس الحكومه يبدو لي خذا معناتها النقطه هذه بيده مع السيد وزير النقل كان حاز سي رضوان عياره، وان شاء الله ان شاء الله راهو مش نقولش في الشهور القادمه، في الايام القادمه ممكن ياسر افتتاح الخط ما بين تونس وليبيا، ممكن تكون عن طريق صفاقس، ممكن عن طريق تونس، امل مفيد ان شاء الله باذن الله معناتها يحلونا الخط. راهو الخط خط البحري هذا بقدره ربي معناتها مش يرجع بالقدا بالقدا نسق المبادلات بين تونس وليبيا. شو ما المؤاخذات على فتح الخط البحري هذا؟ فما سيغمون دي ريسك، فما سيغمون حاجات اللي مخليه المشروع هذا دون معناها التطبيق على ارض الواقع. سي ريسك ريسك وليفالواسيون تاع الريسك، وزاره النقل عن طريق سي تي ان، فهمتني ولا لا؟ بون ايزون ايفالوي كو سي انكور ريسكي كل شيء، بون صحيح. قولش لا راه لو ريسك اكزيست، اما سيلوي كي نو برون با لو ريسك، راهو فما عباد اخرين خذاو لو ريسك وخذاو لك بلاصه. مع ما خاطر القرصنه اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا في البحر. لا 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 ليبيا ما فماش قرصنه راه. لا 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 مش نبداو واضحين، ما فما حتى بطو صار فيه قرصنه، مش نبداو واضحين. ليبيا صحيح فما امور امنيه، فما شويه امور امنيه، فما كذا. فما دي افريكان ديرنييرمون معناتها مازالوا كيتشادوا غاديك في ليبيا، وخرجت اون فيديو هجره. اي هجره و70 واحد ولا قداش. اي فما فرق هجره غير فما فرق. اسمع اسمع، عنده لي ريزو نتاعو وعنده الواحد وكل امور، مش تلعب راهو امريكا وتركيا وايطاليا وكل بتواتهم تمشي وتوصل وتمشي على روحها، يعني ما تلعبش. احنا زاد نجموا نقاو شكون يأمننا وكذا، معناتها ما فماش مشكل راهو. اللي يحب شكون يتلهى من الطرف التونسي، شكون باش يتلهى بالتنسيق مع السلطات الليبيه؟ على خاطر شفنا انه مثلا باغ اكزومبل الخارجيه نتاعنا معناتها فشلت فشل ذريع مع السلطات الليبيه في تو سكي نيغوسياسيون نتاع المختطفين نتاعنا غاديكا و شكون من تونس باش يتلهى بالتنسيق؟ ما نجمش نقول اللي فشلت لانه ما الوضع كما تعرفوا في ليبيا هو ما عليه، فما مجهودات. سيد وزير الخارجيه راهو تنقل في جويليا وتنقل في اوت مرتين لطرابلس، وقعد فما خطوات مهمه، وفما لجنه مشتركه اللي صارت يوم 5 جويليا، وان شاء الله اللجنه عن على رئيس الحكومه لجنه مشتركه العليا بحضور السيد سراج عن قريب. لا فما مجهود دبلوماسي، لكن اليوم المنتدى هذا اللي عمله مجلس الاعمال التونسي الافريقي هو باش نعاونوا كمجتمع مدني، ك معناتها رجال اعمال، كسيكتور بريفي، نعاونوا الحكومه نتاعنا وندزها انه نقدموا في الاسترجاع نسق مبادلاتنا مع ليبيا. دونك نواصلوا حديثنا على المنتدى سيانيس.
تو بالنسبه لل كيما يقولوا لي ريزولتا كونكري معناتها النتائج المنتدى العمليه احنا في المنتدى فما زوز ورشات صارت. الورشه الاولى حول تنميه التجاره بين تونس وليبيا تراسها سيد وزير التجاره سي عمر البحي اللي باش نحكيوا عليه على خاطر فما ضجه كبيره ضجه صارت على خلينا نوضحوا تو فما اون ديكلاراسيون عملها سي عمر البحي وسيد وزير التجاره وقال انه من بين المواضيع اللي طرحت في المنتدى هذية هو النفط مقابل الغذاء وثارت المجموعات والجماعات ترى فسر الناس يانيس والله للأسف معناتها ديكلاراسيون كي ايتي ديتورني كيفاش نقولوا ولا مغالطه ولا غلط ولا غلطه ما نجمش انا نتهم انا وكاله تونس فريق الانباء اللي هبطت العنوان ومن بعد كيف سمعت الديكلاراسيون صحيحه حذفته معناتها هم بدوا اعترفوا بالخطأ اللي صار أنه وهذا معناتها وقع الحديث فيه في اللجنة المشتركة بين تونس وليبيا من 5 جويلي تعرفوا احنا الموني تونيزيان وديفالواسيون اللي قاعدة تصير الموني ليبيان سي بلو بير في الإطار هذا تونس حاجتها بالطاقة والبترول كان ب 40 50 دولار اليوم يلوح في 70 و80 دولار صحيح ولا لا؟ قلنا ليبيا مومون 100 دولار اكزاكتومون والكومبونساسيون انه كوت بلوس كو 3000 مليار سنه مش لعب معناتها تشوف معناتها البيدجي مشى في البارتي كومبونساسيون ا كوز دو بترول والبريم تاعو عملنا 54 طلعت ول 80 باهي ليبيا مصلي على النبي عندهم الاخوه اللي بيه البترول احنا زيدي نصدروا في بضاعتنا عادي هي شنو فيها كان سيت ان تروك انه النفط الليبي مقابل بعض السلع التونسي في صالح البلدين هذا في اطار العجز الطاقي اللي تعيش فيه في صالح البلدين اما الغلطه اللي صارت وهذا معناتها على اعلى مستوى قاعد يتناقش فمش حتى مشكل فهمتني ولا وعنا عليه حتى رئيس الحكومه بيدو تجي تكتب النفط مقابل الغذاء معناتها ديغراداسيون توتال ومعناتها وريت اللي ليبيا معناتها جعانين ومش معقول جوستومون نحكيو على ليبيا نادي بربي تعمل مزيه والله العظيم باش نقرا لك البلاغه كهو لحظه برك باش نعطيك الكلمه سينيس انا باش نرجع لك توت سويت باش نقرا بيان لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب الليبي بشان تصريحات الوزير التونسي تقول تستنكر لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب الليبي ما صرح به وزير التجاره التونسي بخصوص الوصايه على الدوله الليبيه والمساعده عليها والترويج لفكره النفط مقابل غذاء مما يعد انتهاك للسيادة الليبية وعبث بالعلاقة بين البلدين فإننا نطالب دولة تونس حكومة ورئاسة بالتوضيح لهذه التصريحات الغير مسؤولة والتي لا تنمي على حاجة على احترام السيادة والجوار والبلاغة ذي صادر على طبرق دونك مقيد على حساب حفتر بيه تو اسمعني حفتر. احنا شفت تو احنا امتيت فوت معناتها نتاع عنوان لو بير الفوت صارت واعترفت التاب ونحاو لكن لي ميديا مع احترامتي للي ميديا الكل ايزون روبري لا ميم فوت ولا لومبليفيكاسيون ولات امبلور كبير لم يكن واجب انكم تخرجوا وتوضحوا يدي يخرج وزير التجاره في شمس فام ووضح كيفاش يخرج وزير التجاره اللي هو المصدر معناها نتاع البلبله ووضح ورى بالضبط شنو قال ورى رئيس الحكومه شنو قال لكن للاسف بون اش حابني نقول لك معناتها مكملين في الطريق خلي ميديا بور امبليفي اخي تو سامحني اخي ندافع على تونس ولا معناتها نحبوا نهتك تونس ما يجيش هذا معناتها والله حرام معناتها مجهودات سنه ناديه مش اول مره رئيس لا 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 اسمع انا مجتمع مدني وسيكتور بريفي لهنا مش وقت اللي انت تعرفني ايش قاعد نكتب وقت اللي الحكومه يلزمها معناتها نقد ننقدها اما هذه ما فماش غلط لا حكومه لا رئيس حكومه لا وزير التجاره واضح هذه غلطه نتاع اخت ولا اخ من التاب كتب عنوان غلط اغزى شوف ايش تسبب به بالنسبه للطبرق راهو تعرف انتو المنتدى صار في تونس احنا سادعين طرابلس وسادعين المنطقه الشرقيه وجاوا رجال اعمال من المنطقه الشرقيه لكن كما يقولوا جماعه طبرق يسالوا مغرفه جماعه طرابلس انتم معناتها تستدعوا الحكومه الرسميه المعترف بها من طرف الامم المتحده طرابلس طرابلس لكن سادعين رجال اعمال احنا كرجال اعمال سادعين بشيرتين وجا وفد كبير ياسر من من من, من المنطقه الشرقيه راه. اذا وجب التعامل مع حكومه حفتر هل ستتعامل معها؟ احنا ما عندنا حتى مشكل راهو ايش نقول لك رجال اعمال ما ندخلوش في الموضوع هذا واضح انا نخدم بنغازي نخدم طرابلس ما عندنا حتى مشكل تعرف قالوا لنا رجال اعمال في بنغازي اللي جاوا قطعه من المنتوجات التونسيه ما فماش في بنغازي
الكلها مصرية لبنانية تركية. معقول هذا؟ اللي احنا كنا غادي كاين متواجدين وكذا، احنا عن طريق المنتدى جبناهم، وان شاء الله باذن الله نراجعوا نرجعوا المبادلات نتاعنا ويحبوا على خط بحري ما بين واحد وكل. على كل حال اسمعني، الازمه هذه معناتها مشكل صغير وقع تطويقه ديجا وسيقع تطويقه وتوقع مش يقع توضيح، ووضحنا لهم وماذا بينا احنا راهو لي ميديا نتاعنا صحيح ليبرتي وكذا، لكن ماذا بينا نكونوا مسؤولين ونعطيو الحق الحق وندافعوا على تونس. نحكيو على زيارة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة اللي بشي أدي زيارة رسمية لتونس من 2-4 أكتوبر المقبل، واللي بشي يكون حاضر زادة كيف كيف في المنتدى. تراه شنو بشي يكون التعامل مع، نعرفوا اللي جيبوتي معناتها توا إلي أن إكسبانسيون كيما الدول الإفريقية راهو الكل. إسكو لا تونيزي سورا أن جور اللي نسميه احنا اون بلاتفورم ان هوب، معناتها في اطار هذا قاعد يخدم مجلس الاعمال التونسي الافريقي ولا لا؟ بالضبط. نرجعوا علاش الزياره هذه. تعرفوا احنا جيبوتي راهو من صارت مشكله ما بين يظهر لي سفير ولا حاجه من بن علي في اول التسعينات، اصل حتى العلاقات الدبلوماسيه قطعت، السفارات تنحوا وعملوا فيزا ما بيناتنا. اليوم انا باش نمشي جيبوتي عندنا فيزا، جيبوتي زاد كيف كيف يجي لتونس عنده فيزا. معقول معناتها باش تمشي للبلاد الافريقيه؟ اي بون لا غالب هذا من مخلفات معناتها العهد بن علي المخلوع مش بن علي. دونك المجلس العام التونسي الافريقي عنده عامين قدينا نخدموا في جيبوتي، عامين خدمه كبيره ياسر خدمناها. مشينا سبتمبر اللي فات بالضبط، وقبل ما مشينا حضرناها ومشاو معناتها اعضاء مكتب التنفيذي الجيبوتي وعملنا نتوركينغ دو تري تري او نيفو، صارت فيه خدمه كبيره او نيفو معناتها الحكومه رئاسه الجمهوريه شامبر دو كوميرس جيبوتي. وصلنا عملنا يعني بعثه ما يقارب 40 رجع مال من مختلف القطاعات سبتمبر اللي فات، واستقبلنا رئيس الجمهوريه جيبوتي انا بيرسونيلمون والسيد الرئيس بسام لوكيل وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي، وطلبوا منا انه نحاولوا نعملوا مجهودنا باش كما استعمل تونسي افريقي نرجعوا العلاقات مع جيبوتي. وعلاش احنا اخترنا جيبوتي نادي؟ جيبوتي اليوم سي لا بلاتفورم كي تي شوازي بار لي شينوا لي امريكان بور رونتري فير لو مارشي دو لا كوميزا. واضح الكوميسا تعرف احنا تونس الحمد لله زاده بتظافر جهود الكل اي كومبري تي بي سي، تعرفوا اللي احنا صححنا في الكوميزا ودخلنا للسوق هذه، والبرودوي التونيزيان اليوم يتنجم يتباع في بريسك اون فينتان دو بيي دو كوميزا سون فري دو دوان، اي سا سي ان اكي اكسترا اوردينير. الكوميزا اليوم اكثر من 400 مليون كونسوماتور، اي لونتري دو كوميزا سي اترافير جيبوتي. اثيوبيا اكثر من 100 مليون كونسوماتور اللي انكلافي لونتري نتاعها عن طريق جيبوتي. لي شينوا ايزون انفستي في الانفراستركتور مشينا لهم غادي كي سيت بور، البور المزمر اكبر من البور تاع رادس باش تعرف معناتها قيمه اليوم جيبوتي دون سيت بلاتفورم كوميرسيال. توت لي ملتي ناسيونال اليوم قاعدين يسانستال ا جيبوتي، راهو سافا اتر دبي دو كوتي افريك دو ليست ما بين تقاعد ال سو كونستروي سي دون سو سونس. لا قلنا احنا تونس يلزمنا اون سو بوزيسيون. حديثنا مازال متواصل مع سي انيس، دونك كنا نحكيو على اهميه جيبوتي في النقاش. نواصل ناديه. جيبوتي خدك بلاتفورم اجوردي 7% دو كرواسونس، وبعد عام من الخدمه هذه اليوم معناتها وصلنا قنعنا رئيس الجمهوريه التونسيه لاستقبال السيد رئيس الجمهوريه الجيبوتيه، والحمد لله معناتها وافق وخرجت الاستدعاء، وان شاء الله يقع معناتها استقبال. الحمد لله وافق حزمه يوافق معناتها معناتها لا تونيزي ا بوزوان بلوس كو جامي. يا ناديه راهو احنا دولتنا وحكومتنا كمجتمع مدني كسيكتور بريفي لازمنا نعاونوه، وهذا دورنا بيان سور ماك تعرف معناتها احنا نحاولوا نوجهوهم نوريهم كذا وهما يجاوبوا معنا، والحق تاع ربي احنا ما لقينا كما كان معناتها تجاوب وقت اللي فما حاجات في مصلحه تونس. اما احنا ماذا بينا نشوفوا النتائج ان شاء الله. اسمع النتائج مش تكون كبيره ما نجمش نعلن عليها تو، لكن مش ترجع على مثلا مثلا ما نجمش مثلاً. يعني دي لا واسمع خلي لا ما قلتلكش اعطيني ارقام. ايش نقول لك؟ مش معناتها اسمع زياره في اعلى مستوى اي مش فما اتفاقات كبيره اي وفما اعلان كبير مش يقع الاعلان عليه لارجاع نسق كبير ما بين تونس وجيبوتي. احنا نحبوا معناتها تكون جيبوتي بلاتفورم للتوانسه بور رونتري لافريك دو ليست والكوميزا. التاشيره باش تتنحى
pour les hommes d'affaires. نادي. كيما قاعد يصير النقاش مع الدول الأوروبية. التأشيرة باش تنحى. أنت قاعد تضحك. أنا ما نقول حتى شيء. لا معناتها أنا نحب نعرف شوف راهو الحاجات هذوما راهو معناتها تم ديجا الإعلان عن إمكانية قلنا لا. إمكانية راهو في الإعلام نقوموا نقولوا إمكانية. لا ما نجمش ما نجمش اسمعني أنا معناتها يلزمني نحترم معناتها لي بروتوكول فما إعلانات إن شاء الله باهية البيفادي نادي أنه نرجعوا علاقتنا مع مارشي اللي مش دخلنا لل 400 مليون دو كونسوماتور مش يقع زاد تنظيم منتدى اول مره مجتمع التونسي الافريقي بالتشارك مع لوتيكا وفي معناتها سياج دو لوتيكا مش يقع معناتها منتدى كبير مش يحظوا فيه مجموعه من اكبر رجال اعمال نتاع جيبوتي وبيان سور رجال اعمال التوانسه زاد لي عقد اتفاقيات وفهمتني ولا تدعيم التبادل التجاري بين تونس وجيبوتي. واضح في اخر حوارنا اليوم معك سي انيس الجزيري نحكي وانت ولد الوطن القبلي انت من غرومبيليا دونك يظهر لي احنا الكلنا معناها حاسين على اللي صار في الوطن القبلي والمعضله الكبيره والكارثه الطبيعيه اللي صارت البارح تونس الكل كانت تشاهد في تيليتون لنهار كامل حتى للعشره نتاع الليل في الوطنيه تفرجت انت في تيليتون لا والله ما تفرجتش ما تفرجتش في البلاتو اللي صاروا لا ما تفرجتش نعطيك فكره البارح في التيليتون كانوا فما حاضرين فنانين بيان سور توت او لون دو ليميسيون معناتها قعدوا يجيبوا في ديز انفيتي وكل منهم فنانه قالت والله البلاتو نحسوا حزين شويه الله يرحم الضحايا اما خلينا تراه نغني ونغنيو شويه لتونس اش قولك سي انيس ونعرف ان انت ناشط ياسر على الفيسبوك لا مش ناشط انا ناشط في المجتمع المدني وعندي معروف معناتها عندي مواقفي انا اسمعني زرت نهار السبت نابل وعينت زاد شفت معناتها الاضرار صحيح معناتها اضرار كبيره ياسر والله يرحم معناتها زوج بنياتك انه وربي عين وربي عين الناس اللي التو قاعده تعاني التو المال مقصوص عليها واللي خرج معناها خرجوا دي فليو خرجوا دي زيبيديمي معناها كبار فما حتى انباء على سوسه وبعض المناطق كيف الوطن القبلي اللي فما لا فيفر دو نيل اما اسمع اللي شفتوا باهي ما بيناتنا توا احنا نشوفوا سوين بوزيتيف والله يشوف اكثر من مليار معناها لموهم توينسا راهو توينسا لا نحكيو على حكومه لا نحكيو على دوله توينسا وشفت ما بيناتنا دي جون صغار وكذا وكل شيء بالمراول الحمر هكا وكاتبين في نابل وقاعدين يدوروا افيك دي بون للتبرعات معناتها حاجه معناتها تشرف وتفرح بصراحه معناتها اللي توينسا غير مول اي ومد اسمع ومد فما مد تضامني كذلك من الناس الكل وان شاء الله احنا في ديما اسمع الغالب هذوما تو دي كاتاستروف ناتوريال راهو تعرف اندونيسيا البارح ولا ولت البارح 400 مار اي 800 بليسي معناتها الغالب في امريكا زاد فما تسونامي وكذا صاريف فهمتي ولا وقت اللي واحد يلزمنا كدوله توقف ويذور لي معناتها الحق يوسف الشاهد هبط بيدو وعمل دورة وعملوا معناتها مجلس وزاري في ولاية نابل المجتمع المدني تحرك الجمعيات شفت في حمامات في نابل في تاكلسة معناتها وكذا تحركت المدة التضامنية قاعد يتحرك هذا 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 هو اللي نحبوه في تونس بون بالنسبة بون الرقص والواحد ما عنديش من ما نقول عليه سون كومنتير سون كومنتير خاطر غيرمون واحد يزمو يقعد سون كومنتير ماذا بينا نعملوا طلع على لي تيليتون كيفاش يصيروا البرة احنا نقولوا يلزم احترام الضحايا والعائلات اللي فقدت وليداتها وصغيراتها احترام كبير للعائلات اللي قاعده حتى توا تكافح خاطر الماء مازال مغرق ديارهم حتى عمليه شفط المياه مازالت ما صارتش ما عنديش حتى احترام للمسؤولين اللي يدخلوا يقول لك لا انا لابسه صبات مش ملائم باش ندخل ونغطس في الماء ما لاباش اسمك مسؤوله نفكروا انه فما ماتش باسكيت صار بين الملعب النابلي والاتحاد المستيري واللي عايدته الكل كانت مخصصه للعائلات المضره يظهر لي ريتو انت من الطوفان اللي صار الامطار الطوفانيه اللي صارت في الويكاند على الوطن القبلي وكانت فما وحده كل عرفتهم كل لي زانساني اللي خرجوهم كبار يهبطوهم الجماهير مكتوب عليها الوضع تحت السيطره بيان سور في صوره تهكميه على على تصريح السيده الواليه سلوى الخياري دونك ماذا بينا العباد هذوما يفيقوا على رواحهم شويه ويشوفوا غيرك
خاطر ما يقعدوش فك لا بتيت بول. لا انا عملت لا انا خدمت على روحي وانتم تتهكموا عليا وانتم تتهاجموا عليا. هاو الشعب تكلم يا سيدي هاو مش انا مخاطر مشكله كي نتكلموا في العالم. هي هاو الشعب تكلم معناتها شكون تحب من عند شكون تحب تاخذ الرياكسيون من عند المسؤولين اللي دايرين بيك راه مش باش يصفقوا لك يقولوا لك يرحم والديك وبارك الله فيك. اما لا غيال ريبونس باش تلقاها من عند الشعب. الشعب هو قال لك الوضع تحت السيطره ومرحبا بيك. مرحبا بيك سي انيس جزيري دونك الامين العام لمجلس الاعمال التونسي الافريقي. ونشكروك انك خذيت من وقتك وجيت بحذانا. نعرفوا اللي عندك برشا ديزونجاجمون او 8:52 دقيقه. لا سورتو تعرف البرمجه نتاع الذي الزياره نتاع جيبوتي والفوروم ايكونوميك مع ليتيكا ورغم ذلك كلمتي في التليفون وانا مستعد وين كاب في مسدون نجي نادي راديو كاب الإذاعة الأولى في الوطن القبلي.